لقيتي خدمتك فيكسيتي رجليك 25 سنة. قلت لهم واخا، قلت لهم لاج دو روتريت دابا شحال؟ قال لي 65 سنة. كنكتب لهم 40 عام 40 كنقول لي هذا 40 عام بالنسبة لا موين داج اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لك أعمار أمتي بين 60 و 70. يعني كنهضروا على لي دو تيير ديال حياتك، ثلثين ديال حياتك غادي تجمعها وغتعطيها للحاجة لونتربريز، وهي بالمقابل غتعطيك شي بركة ديال الفلوس باش تاكل وتشرب أحسن الأحوال ربما تقدر تسكن وتركب. اللي تخيل معايا في 40 عام كدير شي حاجة أنت ما حاملهاش، يعني لي دو تيير ديال حياتك كدير شي حاجة ما حاملهاش، شي خطأ لاش عايش؟ سيريوزمون لاش عايش؟